السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. شو قبل لا نبداو جماعة، كاين اللي يقول كاين اللي في اللي راه يقول لك قلع كلمة تاع المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. هذه كلمة تاع المجد والخلود لشهدائنا الأبرار نهار لي واحد الناس واحد العلوج ولا ديفوا يقول لك يلعبوها غلطوا في التاريخ تاع الثورة الجزائرية، ولاو يقول لك ما نعاودوش نولوا احنا راهو ضعيق احنا فرنسا فرنسا فرنسا. النهار اللي مين تولي تنقول فيها، النهار اللي هذا الإعلام النهار اللي في غولي قال لهم كبرنا وعرفنا فرنسا شادر في جدودنا، ناضوا كاع يخرجوا ولا يعايروا فيه، قالوا له صايك احنا فرنسا وصايك ولازم تعيشوا معاهم ولازم منا ولازم من ولازم من ولازم من ليه. فماك ليك ما ستنقول المجد والخلود لشهدائنا الابرار. هذا الناس هذا، وانت الا ما تسمعهاش ما كاش لي راك داير لك طارفه زريع باش تسمح. انا ما باش تقرا لي باش نقلعها، ما غاديش نقلعها هذه الكلمه المجد والخلود حتى نموت. هذو رموز هذه. انا لو كان العربي بن مهيدي الله يرحمه راه حي، لا بغات بكر بيقول لي دينا الماتش، نغمض عيني نقول دينا الماتش. بصح انايا باش نتبع واحد يدي 6 ملايير ومن بعد يبكي ومن بعد نقول له لا انت يا انت 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 مليح، هذه ما غاديش نقولها انايا. انا فيك ما غاديش نقولها، فانيك ما غاديش نقولها، خاطر ماهوش العربي بن مهيدي باش نوقف معاه القلب القلب القلب. هذه هي متالي كاع. وين نعاودو نولو نتكلمو على شوك حتى المصريين، وين الموقع مصري، وين هو وين موقع صدى البلاد المصرية، يعني وراهم على البارح درت فيديو قلت يا ودي راه القريب كيما نقولو حنايا القريب والبعيد ما وقفوش معانا في هذا. حنايا نعقلوا 2000 بالك الدراري كانوا دروك هذو راهم كبار، دروك الدراري صغار ما يعقلوش. وين في 2015 نهار اللي كوت ديفوار داتها الكارت دو فينال، وقيلا داروها في غينيا استوائية، وقيلا في غينيا استوائية، لاربيت حقر تونس قسما بالله. جزائر كومبلي مع تونس، حنا والو، لا اعلام موقف معاك لا حتى واحد. عرفت يقول لك نشكروا الاعلاميين المصريين، ماشي اعلاميين هذوك يوتيوبر هذوك تاع مصر نعرفهم انا، النوامر تاعهم هما لا في سكايب في السكايب في الفايبر وكلش هما لا نهضر معاهم، ماشي اليوم ماشي امس نهضر معاهم انا، هما لا عندي النوامر تاعهم. هذو المصريين لهم يخرجوا هذو هذاك معك عيطوا له ابو فله ولا معك مسمينه، راه عندي هنا اسم تاعه، راه عندي هنا عندي النيميرو تليفون تاعه. وين داير بالادله قسما يتلقى اموال. يقولك شوف شا داير، داير الغاردي هذاك ابو جبل يهدر على قسما. انا يعني قلت لي بلي بالادله، انا والله لا دخلت، والله لا دخلت، شد قلت بالك مليحه نبارطاجيها، نسيبها مليحه نبارطاجيها. يا لا تسيبوا بالادله، وانا قلت لكم وهو لا الدليل. دير لك فيديو صغير ابو جبل هذاك الكارديا هذاك، هاي الكارديا هذاك باللي قاسما قلنا غادي نخسركم على مصريين على ارواحهم. ناس داخلين كومونتو ما شاء الله عليك الله يعطيك الصحه وانت احسن وانت منا. وين ها هو وين راه موقع تاع صدى البلاد مصري، اي لو انكشف مصدر اعلامي مصري ان لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قررت اعتماد نتيجه مباراه الجزائر والكاميرون والتي قيمت يوم 29 مارس الماضي ضمن منافسه اياب الدور الفاصل من تصفيات افريقيه مؤهله لكاس العالم بقطر 2022. حنا شوف حنا رانا محصلين قسام، بصح وين راني شويه منابي منها، مكاش واحد قال هذا لونترينير ياسي محمد، ياسي محمد قال انت قريت اونترينير ولا قريت وش قريت
باش تلعب ديك الخطه. واش قريت باش تلعب ديك الخطه؟ واش قريت؟ واش قريت يا وكيبه؟ عندك ماكسيم لوبيز في طوله جيبه، ماكسيم لوبيز فين ما اتصلت به كذب علينا، قلنا اتصلت به، اتصلت به ما بغاش يجي فينك هذا، فينك بودبوس فينك عيط له ما بغاش يجيك، بالك بن طالب عيط له ما بغاش يجيك فينك. لا كما كانوا هذوك اللي جراو هذوك طايقين دعايات يقول لك لا اتصل بالفوضي وما بغاش يجي. الفوضي عيط له جا، كو عيط لبن طالب كان غادي يجيك، كو عيط لبودبوس كان غادي يجيك، كو عيط لواحد كيما ماكسيم لوبيز كان غادي يجيك ويقدم لك. تقول ليش الوقت راح؟ ما كانش الوقت راح. لعب اعطيه بلونشيما تاعك، حط له بلونشيما تاعك خليه يدخل يلعب. كاش زعقه. ما تكذبوش علينا كرة القدم الحديثة قاس هذي تاع او كاين اللي نعقل النهار اللي جا بن طالب كان عنده مشي لاحق 19 عام ليشان كاع. تخلى هنا كونت سيلفيا، انا تفرجت ديك البارتية والله لا تفرجتها، ربحنا 2-0 هنا في الجزائر، ربحنا 2-0 هنايا في الجزائر، ربحنا 2-0 هنايا. دخل وقيلا والله ماني دخل دوزيام ميطو، اي الشعب كاع فرحان، قدم مستوى كبير، مستوى كبير، حسينا باللي لعاب كبير. اعطي بلونشيما تاعك خاطر هادو كاع محترفين، هذا مشى جايبو مكارطي بيتعلمه، هذا محترف، اعطيه بلونشيما تاعك خليه يدخل يلعب. تكذبوش علينا كرة الحديثة، هذه كشفتكم كاع، كشفت لي اونترينير ولي مشي اونترينير، هذه هي. وين وفق لما نقله موقع صدى البلاد المصري عن مصادر وين من قولها ان لجنه انضباط اعتمدت نتيجه مباراه الكاميرون والجزائر وتاهل الاسود الغير مروضه الى كاس العالم. انا والله اللي كشتاكي معاك راني قلت لكم كلش، دخلت للسيت تاع الفيفا، واحد يكذب شتاه يكذب، قال لهم باللي قلعوا النتائج تاع الجزائر تاع الدؤاد، قلعوها وخلينا هاك، خلي الجزائر كاميرون بلا نتائج. دخلنا شفنا، دخلنا شفنا، كاين اللي ما عندوش كلمه ما يحوش، بصح انا عندي السيت تاع الاتحاد تاع الفيفا تاع الاتحاد الافريقي، عندي لي سيت كاش، ما يجيش واحد يكذب عليا، نعرف انا، نعرف كيما انت راك، كيما انت راك تكذب، انا نعرف وين ندخل ونجيب باللي انت راك تكذب. دخلت صوت دو ان، صوت دو ان، دايرين الوقت الجوار شكون اللي مركاو، هانا ساعة مركاو، ها دقيقة اللي مركاو فيها وكلش. وين أوضح مصدر أن لجنة الانضباط قد تعلن بنسبة كبيرة عن قرارها الرسمي بشأن ملف إعادة المباراة الجزائر والكاميرون قبل نهاية هذا الشهر. ونضيع المنتخب الوطني بطاقة تأهل مونديال بعد الهزيمة، يا ودي والله راحتنا حنا، يا راحتنا ميدينا، شادينا بيدينا طلقناها خلينا نتبعوا فيها، بعدين نتبعوا فيها تيك توك واحد منا هاي 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 واحد مليا هاي 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 جايب لك واحد حاطه قاعد في طابلة يحكي له منا محامي منا، يا ورينا يا مشراكة، أنا ما خاصنيش تجيب لي واحد تفهمو شتا غادي يهدر، أنا جيب ورينا الأدلة، نتا قلت بلي أنا عندي الأدلة، ولو كان الفانتيا ما يديروش غادي نطلق الأدلة، وين راهم الأدلة؟ صح ورينا اللي هدرتها لو 2 أفريل، أي قريب الشهر يكمل، هدرتها لو 2 أفريل، قلت بلي أنا عندي أدلة، نتا هدرتها، قلت عندي أدلة بلي إيطو يمد في الدراهم القاسمة عطاه 100,000 أورو. بينها الرب العالية، بينها خلي، على بالك شحال تتبارطاجي لك؟ على بالك شحال تبارطاجا؟ تتبارطاجا مليار مليار مليار، تبارطاجا مليار بارط، انا واحد من الناس يا ودي بارطاجي حتى سبعية هي، بصح بالحقيقة ماشي بارطاجي لك، انا تهدر لي انا باطل، انا تهدر ليش باطل، انا قلت لي عندي عدد ادلة، كنت تقول بلي في الاخر ادلة وسوف اكشف من بعد تخرج تعاير تعاير سيرتي العمارة تعاير الاتحاد الافريقي تعاير الفيفا تعاير من تعاير من تعاير من على فهم كان والو، على فهم كان والو. ماذا يقول؟ ايوا روحوا للفيفا، روحوا وقفوا، روحوا وقفوا، روحوا وقفوا. عرفوا المستوى تاعكم، عندوك الناس اللي يتفرجوكم باللي ما تسواوش عندهم قدنا هاك،
شكون هذوك اللي يتفرجوكم اللي كنتو تقولوا بلي عندنا غادي عندنا الجيش غادي ندوه؟ ما تسواوش عندهم قد نهارك، خاطش عارفينكم غير تعتش. انا نقول لكم عارفينكم تعتش برك. هذا مكان، هذا مكان يقول لك حفنه تاع نحل خير مشواري ذبان. انتوما قال حافظ الراجي قال كلمه كاع الناس ردتها. انتوما هذاك المشروع كاش عمل مين ترى يهدر في شهر كاش ما هدرت عليه ارامسي ولا هدرت عليه فرونس فوتبولات، هدر حافظ الراجي كلمه الناس قاعده بتتها طلعتها. عرفت شو كيفاش؟ كي انت مشراكة كي طوبا كي كاع انتوما ما عندكم شي، ما تسواوش عندوك الناس هاك. خاطر كاع دراري اي صغار ماشي عارفين الحقائق، قاعد يتكذبوا عليهم.